بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، سنتأمل إحدى معجزات اسم السيد المسيح في القرآن العظيم. كيف ورد هذا الاسم؟ وكم عدد حروفه؟ وكيف توزع عبر آيات وسور القرآن؟ سوف نجد نظاما بديعا يتجلى في تكرار هذا الاسم، ويشهد أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، نعيش في هذا البحث مع إثبات مادي على صدق رسالة الإسلام، وأن ذكر الأنبياء له نظام رقمي محكم يشهد على إعجاز هذا الكتاب العظيم. طبعا أيها الأحبة، أنا هنا لدي اسم ورد في القرآن، هو المسيح عيسى ابن مريم رسول الله عليه السلام. هو رسول الله وروحه وكلمته، وهو نبي المعجزات، ذكره القرآن في العديد من السور والآيات تكريما له. والإيمان به فرض على كل مسلم، ومن ينكر هذا النبي الكريم فقد كفر بالإسلام، لأن من أركان الإيمان أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. فهذا النبي الكريم إسلامي يفرض علي أن أنزه وأوقر هذا النبي الكريم عن العيوب، عن النقائص، على عكس بعض من يدعي أنه يتبع هذا النبي فيتهمه بالضعف، بالصلب، بأشياء أخرى. نحن لا نقول، هو نبي كريم طاهر مطهر، صاحب معجزات كثيرة جدا رفعه الله إليه تكريما له. وذكر اسم هذا النبي في القرآن جاء أيضا بنظام معجز. انظروا أيها الأحبة، المشككون يدعون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من كتب القرآن وأخذ أفكاره من الكتب السابقة، ومنها ما يسمى بالكتاب المقدس. ولكن الذي يتأمل القرآن يرى بأنه ينزه جميع الأنبياء. الكتاب المقدس أيها الأحبة الحالي، يعني هو محرف طبعا، يتهم الأنبياء بالكذب والزنا وشرب الخمر والتعري واغتصاب و و و و طيب إذا لماذا تسمونهم أنبياء؟ هذه صفات مجرمين وليست صفات أنبياء. في القرآن النبي هو شيء معظم مطهر، شيء ينبغي أن نحترمه، أن يعني نقدره، أن نقول عليه السلام، لأن هذا النبي جاء سلاما للناس. وخاتم الأنبياء هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا هنا سأتأمل اسم عيسى في القرآن، واسم المسيح، واسم مريم. هذه الأسماء تتكرر بنظام يبهر العقول ويحير القلوب، يعني ليست عشوائيا. في الكتب التي وضعها البشر نحن نعلم أن تكرار هذه الحروف يكون بشكل عشوائي، أو هذه الأسماء. ولكن هنا سنتأمل هذه الأسماء أيها الأحبة، هل تكررت بشكل عشوائي أم بنظام يشهد على إعجاز هذا القرآن؟ دعوني أتأمل معكم. هنا أحبتي في الله، تكرار اسم عيسى كم مرة ورد؟ انظروا معي أيها الأحبة، تكرار اسم عيسى ابن مريم وعلاقته بالرقم 7. يعني اسم عيسى عليه السلام له علاقة بالعدد 7، لأن القرآن
فيه نظام رقمي يقوم على الرقم 7 كما رأينا، ويمكن الرجوع لكتاب إشراقات الرقم 7، فيه مئات الأدلة والأمثلة التي تبين لنا المنظومة الرقمية السباعية في القرآن العظيم. طبعا قد يقول قائل لماذا الرقم 7؟ نقول إن الذي خلق السماوات 7 والأراضين 7 وخلق الألوان 7 وخلق ذرات الكون وكلها تتألف من 7 طبقات، هذا الإله الذي وضع منظومة رقمية في الكون تقوم على رقم 7 هو ذاته الذي أنزل القرآن وبناه على الرقم 7. ومن ضمن هذا البناء تكرار اسم عيسى ابن مريم. انظروا أيها الأحبة، اسم عيسى ذكر في القرآن 25 مرة، وكلمة ابن ذكرت في القرآن 35 مرة. هذه إحصائيات يمكن الرجوع إليها من خلال برنامج إحصاء القرآن الذي يبين لك كل كلمة أين وردت وكيف وردت بدقة. واسم مريم ذكر في القرآن 34 مرة. طيب لو كتبنا عيسى ابن مريم، استبدلنا طبعا هذه الكلمات بأرقام، يعني اسم عيسى وضعنا تحته الرقم 25 تكرار هذا الاسم في القرآن. إذن نضع الاسم وتكرار هذا الاسم، يعني عيسى 25، ابن 35، مريم 34. ماذا يعني هذا العدد؟ هو تكرار الاسم في القرآن. وضعنا هذه الأرقام وتركنا الأرقام كما هي دون أن نجمع أو نطرح أو نقسم أو نضرب، تركنا الرقم كما هو، وضعناه على شكل مصفوفة رقمية. سيتشكل لدينا عدد من 6 مراتب. هو انظروا معي أيها الأحبة، العدد هو قلنا هنا 25 35 34، هذا العدد يساوي 343,525. 343,525 عدد كبير. هذا العدد طبعا يساوي 7، هذا هو هنا أيها الأحبة، هنا طبعا 25 35 34 343,525 يساوي 7 مضروب في 49,075، هو عدد صحيح الناتج. يعني هذا العدد من مضاعفات العدد 7. يعني الله عز وجل عندما اختار لاسم عيسى أن يتكرر 25 مرة، هذا العدد يدخل في المنظومة الرقمية. يعني لو تكرر 26 مرة لاختل هذا النظام. كلمة ابن ذكرت في القرآن 35 مرة أيضا لحكمة. كلمة مريم 34 مرة. وطبعا هنا أنا أود أن أشير أن القرآن تحدث عن مريم أكثر بكثير من الكتاب المقدس، بكثير، آيات كثيرة تحدثنا عن مريم وعيسى ومعجزاته أكثر بكثير. اسم مريم في الكتاب المقدس لم يذكر إلا بضع مرات، وبالتالي نستطيع أن نقول إنك إذا أردت أن تتعرف على السيدة مريم وابنها عيسى عليه السلام فاذهب إلى القرآن. إذن هذه الكلمات تكررت بنظام عددي محكم. الآن هذا النظام يشمل حروف الاسم أيضا، يعني اسم عيسى هنا كم حرف؟ 4. طبعا الحروف كما ترسم، العين 1، الياء 2، السين 3، الياء 4. إذن 4 حروف، عدد حروف اسم عيسى 4. ابن حروفها 3 ومريم 4. أصبح لدينا إذا أردنا أن نكتب اسم عيسى ابن مريم، يعني هنا لا نضع تكرار الاسم في القرآن، نضع تكرار عدد الحروف فقط. يعني اسم عيسى 4 أحرف نضع 4، ابن 3 نضع 3، مريم 4 نضع 4. طيب هل سيبقى هذا النظام قائما؟ يعني هل سيبقى العدد الناتج كمصفوفة رقمية
من مضاعفات السبعة. العدد هنا أيها الأحبة هو 434، أيضا يساوي 7 مضروب في 62، إذن هو من مضاعفات السبعة. إذا قسمناه على 7 يعطينا عدد صحيح هو ماذا؟ 62. سبحان الله، يعني تكرار عيسى ابن مريم في القرآن جاء بنظام يقوم على رقم 7، وتكرار الحروف جاء بنظام يقوم على رقم 7 أو أعداد الحروف. طيب الآن تكرار المسيح ابن مريم، لأن من الصيغ التي وردت في القرآن صيغة عيسى ابن مريم، وصيغة أخرى هي المسيح ابن مريم. المسيح أيها الأحبة ذكر في القرآن 11 مرة. إذن اسم المسيح ذكر 11 مرة في القرآن كله فقط، وكلمة ابن قلنا 35، هذه كلمة أحصيناها قبل قليل، كلمة ابن 35، وكلمة مريم 34. طيب الآن سيتشكل لدينا عدد هو 343511، هذا هو. إذن المسيح 11 هنا، ابن 35، مريم 34. نحن نتعامل مع تكرار، مع تكرار الكلمة في القرآن كله. تكرار اسم المسيح في القرآن كله كم؟ 11 مرة. تكرار كلمة ابن في القرآن كله كم؟ 35 مرة. تكرار اسم مريم في القرآن كله كم؟ 34 مرة. هذا العدد أيها الأحبة الناتج من مصفوف هذه التكرارات 343511 أيضا من مضاعفات العدد 7، فهو يساوي 7 مضروب في 49073، إذا عدد صحيح. سبحان الله، يعني تكرار عيسى ابن مريم مضاعفات 7، تكرار كلمات المسيح ابن مريم أيضا مضاعفات 7. الآن أيها الأحبة، أنا لدي آية الله تعالى يقول فيها: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هو رسول وليس إله. اعقلوا أيها الأحبة، عيسى عليه السلام رسول مطهر مكرم وليس إلها. يعني عندما نتأمل هذا الاسم المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، نجد أن الحروف جاءت منضبطة على الرقم 7. دعونا نكتب عدد أحرف كل كلمة. المسيح 6، ألف ألف لام ميم سين ياء حاء، 6 أحرف. عيسى 4، ابن 3، مريم 4، رسول 4، الله 4. أصبح لدي هنا أيها الأحبة عدد كما نشاهد أمامنا 444346. هذا العدد الطويل الكبير يمثل حروف المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. أيضا لو عالجنا هذا العدد نجده من مضاعفات العدد 7، فالعدد 444346 يساوي 7 مضروب في 63478، عدد صحيح. ما معنى مضاعفات 7؟ يعني إذا جئت بالعدد وقسمته على 7 ماذا يعطيك؟ يعطيك عدد صحيح بدون فواصل وبدون كسور وبدون أي شيء. إذن هو مضاعفات مكررات الرقم 7. طيب الآن الشيء المثير للانتباه حقا أن مجموع حروف المسيح وعيسى بن مريم رسول الله، هذا هو الاسم الكامل للمسيح. المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. الله عرف المسيح بست كلمات هنا. عدد حروف كل كلمة قلنا المسيح 6، عيسى 4، ابن 3، 3 أحرف يعني، مريم 4، رسول 4، الله 4. مجموع هذه الحروف كم؟ 25. طيب ماذا يساوي 25؟ هو عدد مرات ذكر عيسى في القرآن. يعني اسم عيسى ذكر 25 مرة في القرآن، وحروف العبارة التي تعرف لنا من هو
اسمه المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. هذه العبارة تتألف من 25 حرفا بعدد مرات ذكر عيسى في القرآن، يعني هذا تناسق وتناغم عجيب جدا أيها الأحبة، يدل على أن القضية ليست عشوائية. يعني نحن لو ذهبنا إلى مثلا ما يسمى بالكتاب المقدس أو غيره، هل نجد مثل هذه التناسقات؟ يستحيل. طبعا هذا جزء صغير من بحث كبير عن المسيح والسيدة مريم، بحث كبير يتضمن آلاف المعادلات. أنا الآن يعني جئتكم ب يعني ومضة بسيطة فقط نتأمل. وهنا السؤال أيها الأحبة، هل يمكن للمصادفة أن تأتي بنظام محكم كهذا؟ إن الله عز وجل الذي خلق كل شيء هو الذي نظم هذه الحقائق لتشهد على وحدانيته، وتشهد على أن سيدنا المسيح عيسى ابن مريم هو رسول الله وكلمته وروحه. طبعا يمكن الرجوع أحبتي في الله إلى كتاب إشراقات رقم 7 وإلى الموقع الإلكتروني كحيل7.com للاطلاع على التفاصيل والاطلاع على تفاصيل هذه الأبحاث وغيرها. وأخيرا أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا البحث كل من يسمعنا ويشاهدنا الآن، ونرجو منكم أحبتي في الله المساهمة في نشر هذه الحقائق الرقمية لتنتشر. لا تدري، قد تصادف إنسان ضال عن سبيل الله فتكون سببا في هدايته، فيكون هذا العمل خير لك من الدنيا وما فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الدعاة المخلصين له عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.